يحتضن الاتحاد الأردني للجودو منافسات البطولة العربية للمنتخبات لكلا الجنسين في الفترة من الأول وحتى الخامس من الشهر المقبل، وسيشارك في البطولة 14 منتخبا يشاركون في الفئات 19 للرجال والسيدات، والثامنة عشر للناشئين والناشئات، والسادسة عشر للشباب والشابات، والحادي عشر للكاتا. وينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي السيد جرير الإقضاء. في البداية نرحب بك في نشاطنا الرياضي أستاذ جرير، ما هي أهمية استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية في الأردن في هذه اللعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد الأردني للجودو عمل على ربط الاتحادات العربية بلقاء البطولة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. وبدي يكون في هذا اللقاء مجموعة أكبر مشاركة، 14 دولة من ضمنهم الأردن. نعم. وبكون مشاركتهم بفعاليات هذه البطولة الغاية منها تفعيل المشاركات العربية وتطوير اللاعبين العرب للمشاركات الدولية للوصول إلى الأولمبياد طوكيو 2020. نعم، يعني برنامج حافل خلال الأيام القادمة، هل لك أن تحدثنا عن البرنامج ابتداء من يوم غد، ومتى ستبدأ فعاليات الرسمية للبطولة؟ فعليا الفعاليات للبطولة ابتدأت من اليوم، كان في دورة تنظيم وإدارة للبطولات الدولية. نعم. بمقر الاتحاد الأردني للجودو بوجود الخبير الدولي ماهر المصارفي. نعم. وهذا الخبير الدولي بيعطينا دورة تحضيرية للإعداد للبطولة. نعم. بعد هيك في بواحد 11 بده يكون في عنا بطولة الكاتا، وهي البطولة الكاتا 11 على مستوى الوطن العربي. نعم. ب2/11 ان شاء الله بكون افتتاح البطولة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسن بن طلال. نعم. يوم السبت القادم، يعني 2/11 يوم السبت. يوم السبت القادم. نعم. ان شاء الله. وفي 3/11 في اجتماع الاتحاد العربي لاجتماع الكونغرس، على ضوءه بيصير في عملية تشكيل اللجان داخل الاتحاد العربي. نعم. وعلى هامش هذه البطولة بتكون هاي الاجتماعات. نعم. البطولة بتستمر ل5/11 بعدة نزالات يومية إن شاء الله. نعم. طب استعدادات المنتخبات، وأيضا أول شيء نتحدث عن وصول المنتخبات يوم غد على ما أعتقد تبدأ وصول المنتخبات. نعم، تبدأ بوصول المنتخبات اعتبارا من يوم غد إن شاء الله، سيصل تباعا منتخب الإماراتي والمنتخب الكويتي والمنتخب المصري وهكذا حتى بداية البطولة إن شاء الله. نعم. نعم يا أخوي. نعم نعم، بدي أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، إن شاء الله قناة المملكة ستكون حاضرة في تغطية فعاليات بطولة الاتحاد العربي. سيد جرير الإقضاء ناطق الإعلامي للبطولة وأيضا اتحاد الجودو الأردني، شكرا جزيلا لك.